السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا جزء مهم جدا من الاجزاء اللي بنشتغل فيها في الاس دي ال سي، وهي الريبورتنج. الريبورتنج كجزء من السايكل بتاعتنا هو مسؤول ان احنا بنقدم ريبورتس عن الكود بتاعنا، سواء الريبورتس دي قد تكون ليها علاقه بالاناليسيز على الكود، بالباجز، بالكفرج، ايا كان هنتكلم عنه. والنهارده ان شاء الله هنناقش الموضوع ده، ازاي نضيف في الريبورتنج المشروع بتاعنا. تمام. اول حاجه في الريبورتنج، عشان انيبل الريبورتنج في المشروع هنستخدم حاجه اسمها مافن سايد بلجن. المافن سايد بلجن هي بلجن بتتربط على فيز معينه او بتتربط بجولز معينه. لما الفيز دي بتتحقق الجول بيبدا يتريجر، ولما الجول ده بيشتغل بتطلع لنا في الاخر HTML. ال HTML ده بيريبريزنت شويه ريبورتس احنا اللي بنحددها، واحنا اللي هنبنيها مع بعض خطوه بخطوه طول الحلقه ديت. فيبقى احنا اول خطوه هنسيرش على المافن سايت بلجن عشان ندخلها عندنا في المشروع. اوكي، ندهش مافن سايت بلجن اهو، لقيناها. ناخد اخر فيرجن، ونحطها هذا بلجن. انا هنروح للكود بتاعنا وهنروح على البلجنز ونضيف بلجن جديده، والبلجن الجديده دي هنضيف فيها المافن سايب بلجن. تمام. ونضيف الفيرجن في بروبرتي، صح كده؟ تمام. طيب هنرن الكود ازاي بتاعنا؟ احنا اخر مره كنا بنستخدم ايه؟ كنا بنستخدم مافن فيريفاي او مافن كلين فيريفاي، عاوزين كلين البروجكت الاول وبعدين بنرن الفيريفاي عشان اكسكيوت البيلدينج البروجكت بتاعنا. اللي احنا هنزوده على الكوماند دوت ان احنا هنقول مافن كلين فيريفاي سايت، والهدف ان احنا نوردر البروجكت بتاعنا ان هو يجنريت السايت بتاعنا. تمام. احنا ضفناه. طيب اول ريبورت هنحطه او اول حاجه هنحطها دلوقتي بعد ما نضيف السايت بتاعنا، احنا كل ده ضفنا بلجنز، لسه ما ضفناش اي ريبورتنج خالص. عشان نبدا نضيف الريبورتس هنبدا نحط ريبورتنج تاج. جوه الريبورتنج تاج هنحط بلجن ريبورتس. البلجن ريبورتس دي وظيفتها ان هي تجنريت ال HTML الريسبوندنج او كورسبوندنج، اسف، للبلجن. فهنبدا بالمافن بروجكت انفو. طيب ريبورت، احنا نبدا نضيف ريبورتنج تاج اللي هو الجزء الجديد في البوم فايل بتاعنا. جوه ريبورتنج تاج هنضيف بلجنز، جوه البلجنز هنضيف بلجن، جوه البلجن هنضيف المافن انفو البروجكت انفو. تعال نسيرش عليها الاول عشان نجيبها. اوكي، مافن بروجكت انفو ريبورتس. اوكي، اهي وهنجيب اخر فيرجن منها وهنضيفها. اوكي، هنرجع هنا. طيب انا حابب اقول حاجه قبل ما احنا نضيف البتاع ديت، ان الريبورت بلجن بيجي في تو فليفرز. الفليفر الاولى ان البلجن العاديه بتاعتك ينفع تضاف في البلجنز وينفع تضاف في الريبورتنج، زي ما هنشوف كمان شويه في الاس كفرج. النوع الثاني او الفليفر الثاني ان الناس تفصل الريبورتنج بلجن عن البلجن العاديه، يبقى البلجن العاديه بتبقى ليها شكل والريبورت بلجن بيبقى ليها شكل ثاني. فاحنا مثلا لما استخدمنا مافن بروجكت انفو ريبورتس بلجن، فديت الفليفر الثاني، الريبورتس مالوش علاقه بالبروجكت انفو العادي، فهنضيفها. بعد ما نضيفها هنكونفيجر حاجه اسمها ريبورت سيتس. احنا ايه اللي عاوزينه من المافن بروجكت انفو؟ احنا دلوقتي هنحط الاندكس فقط، هنعمل ريبورت سيت وناخد الاندكس بس عشان نبني المافن سايت HTML وناخد بس اندكس للبروجكت بتاعنا. تمام. فاحنا ضفنا ريبورت سيت، جو ريبورت سيت ضفنا ريبورت سيت، جو ريبورت سيت ضفنا ريبورت، جو ريبورت اخترنا ريبورت واحد اللي هو الاندكس. لو ممكن انت لو عايز تضيف حاجه تانية بقى علاقه بالديبندنسي ريبورت بالديفلوبرز، كل الكلام ده في اكتر من ريبورت ممكن تضيفه. كنت بص على البيج بتاعت المافن بروجكت انفو ريبورت بلجن، هتلاقي فيها اكتر من اوبشن. احنا هنضيف اندكس بس، صح كده؟ تمام. طيب وبعدين هنبدا نرن، ولا هنضيف اول لايب نضيف اول ريبورت؟ تعال على التيرمينال، خلينا ناخد من على التيرمينال نشوف ايه الاوتبوت بتاع البروجكت. طيب احنا دلوقتي هنضيف مافن كلين فيريفاي سايت. تمام. احنا زودنا بس، احنا كنا موافق بنرن مافن فيريفاي، دلوقتي سايت اللي هي بلجن مسؤول عن الريبورتنج عندنا. طيب هنشوف اللي هيحصل ايه. احنا المفروض ان نفس الستيبس، كلين، بعد كده ريسورسز، بعد كده كومبايل فيز،
بعد كده السكالا كومبايل، ده الكومبايل بتاع الجافا طبعا بتاع المافن ديفولت نو كومبايل، بعد كده ده السكالا ماشي، بعد كده تيست ريسورس بتاعتنا، بعد كده تيست كومبايل، بعد كده السفاير الاجنورد، بعد كده سكالا تيست، بعد كده الاس كفرج تشيك والستيب بتاعتها كلها، بعد كده البوست كومبايل بتاعتها، بعد كده هنلاقي في الاخر حاجه جديده بلجن جديده هتران اللي هي السايت، احنا منتظرينها دلوقتي. طيب احنا خلصنا فايند باكس، خلصت اهي، دي الاس كافيتش خلصت، ودي التست بتاعتنا اللي احنا كنا بنعمل مع فات سوا اهو، وطلع عندنا حاجه جديده المره دي اللي هي المافن سايت بلجن في سايت، وبدا هو بدا يتشيك الريبورت بتاعتنا، هو ما طلعش حاجه غير الاندكس ريبورت اللي هو هنا جنريت اباوت ريبورت وفي الاندكس، ممكن دلوقتي نبص عليه سوا صح؟ يلا تعال نفتحه في في البراوزر، نروح على التارجت اللي هو الاوتبوت بتاع المشروع بتاعنا، هنروح هنلاقي فيه سايت فولدر جديد جنريتد وجواه الاندكس اللي احنا عاوزينه. اوكي هفتحه بالفايرفوكس. اوكي ده بس ال بالظبط الاندكس بتاعنا هو فاضي مفيش اي حاجه، لما نبدا نضيف ريبورتس تعال نبدا نضيف اول ريبورت اللي هو الاس كفرج. فاكرين الاس كفرج هي التول اللي هي بتحسب لنا بتكالكوليت الكفرج بتاعت السكالا بروجكت بتاعنا. الاس كفرج بلجن هي الفليفر الاول، ان البلجن نفسها ممكن زي ما هي تخش في الريبورتنج، فاحنا هناخد البلجن اللي احنا اوريدي عندنا اللي في البلجنز هنعمل لها كوبي ونحطها جوه الريبورتنج ونعمل لها ريبورت سيت. تمام، فهنضيف في الريبورتنج هنضيف بلجن جديده ماشي، بلجن اللي هي الاس كافيتش، احنا كنا ناخدها من فوق صح؟ اه خلينا كوبي بيست، ناخدها كوبي بيست من فوق، مش محتاجين نكونفيجر تاني، هي اوريدي واخدينها فوق، وهناخد الجروب اي دي والارتيفاكت، مش هناخد الفيرجن بتاعتها صح؟ مش محتاجين نضيفها، الفيرجن لان هي موجوده اوريدي عندنا بالزبط. في الكلاس باس. تمام، وبعدين هنعمل لها ريبورت سيت، ريبورت سيت، ريبورت سيت، ريبورت سيت، بعد كده ريبورتس ريبورتس، وهنختار حاجه اسمها ريبورت اونلي. ريبورت اونلي فكرته ايه؟ بنقول للاس كفرج بلجن ما تعملش ران تاني للاس كفرج عشان تجنريت المتريكس بتاعت الكفرج وبعدين تاخد تقرا المتريكس دي وتطلع منها الريبورت. لا احنا اوريدي في مرحله سابقه طلعنا المتريكس دي، جاست استخدمها وطلع بيها الريبورت بتاعك. تمام طيب احنا ضفناها دلوقتي خلاص ريبورت اوني، تعال نرن على طول مافن فيريفاي سايت، كلين فيريفاي سايت، كلين فيريفاي سايت ماشي. المفروض دلوقتي هيبدا يعمل نفس الخطوات تاني ويبدا يطلع لنا البيج بتاعت الاس كافيتش ريبورت، ومن ضمن الحاجات بعد ما يخلص برضو ان الريبورت ده بيبقى مفيد جدا لاز بارت من الكواليتي بتاعتنا، ان احنا بنساعد بندي للكواليتي تيم او بنكونفيجر سواء على جينكنز او على سونار بلجنز ان هم يبداوا يشوفوا الاس كافيتش بيت ريبورت بتاعتنا للكيو از بوت من كيو اي بتاعنا. تمام هو لسه بيشتغل اهو دلوقتي. طيب انا ممكن اقول برضو حاجه مهمه، انا وضحت ان الريبورت اونلي بيقرا الماتريكس بتاعت الاس كافيتش عشان يطلع الريبورت. احنا بنستخدم هنا المافن سايت as an example for reporting، هو مش لازم ان احنا نستخدم مافن سايت، هو مافن سايت ميزتها ان هي unified way across اي بلاتفورم انت بتبيلد بيه البروجكت بتاعك. يعني انت لو عملت بالجينكنز عملت بيلد بالجينكنز عملت بيلد بال في اللوكل في الجيت لاب، انت كل الريزلت يونيفاي. المتريكس دي في بعض التولز بتقراها زي ما مصطفى ذكر ان مثلا السونار بتقدر تقرا المتريكس دي، وبرده جينكنز عنده يقدر يقرا المتريكس دي ويطلع لك زي السايت مافن سايت بلجن اتش تي ام ال بتحدد فيها الكفرج بتاعت المشروع بتاعك وبتحدد فيها نفس الكواليتي متريكس. تمام تعال نشوف الريزلت بتاعتنا ايه. واحنا لقينا هنا في الريزلت ان احنا جنريتنا نيو ريبورت، احنا كان اخر حاجه كان الاباوت، ضافوا عندنا الاس كفرج ريبورت واللي هو في الفيز از بارت من ريبورتنج اللي هي ريبورت اونلي ماشي، وهنروح دلوقتي نبص عليه سوا. في دلوقتي ما فيش صح، مش محتاج اقفله اهو، طلع لي هنا بروجكت ريبورت، طلع لي اس كاف ممتاز، وطبعا هو زي ما شرحنا المره اللي فاتت هو طبعا طلع 100% ب
بس ممكن يكليك كده يفهم وليه 100%. وطبعا عشان بجي دي سيمبل جدا. احنا ما عندناش غير تو فانكشنز وعاملين تو يونت تيست. التيست الاول بتيست از امتي فبغطى عمل كفرج للايز امتي فانكشن، والتيست الثاني بنديله جمله من كذا كلمه فبنتيست السبليت بتاعه الفانكشن الاولى بتاعه الورد كاونت، فاحنا بالتالي كده مغطينه بنسبه 100%. طبعا الكلام ده في الريال لايف مش هيبقى موجود لان احنا مش هيبقى عندنا تو فانكشنز والفانكشنز فيها سطرين ومش سيمبل كده ومش سيمبل من المنظر ده. اوكي طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. طيب نرجع للبرزنتيشن، احنا كده ضفنا السكالر كفرج ريبورت، وتعالى نبدا دلوقتي نضيف الفايند باجز. احنا زي ما عرفنا المره اللي فاتت ان الفايند باجز ديت برضو انا اناليسيس تولز، احنا دلوقتي محتاجين نجيب الريبورت بتاعها. هي اوريدي عندنا في البلاجنز وهي من الفليفر رقم واحد ان البلاجن هي نفس الريبورتنج، فكل اللي احنا هنعمله هنكوبي البلاجن نحطها في الريبورت ونعمل مافن فيريفاي سايت. اوكي هنروح على البلاجن بتاعتنا الفايند باجز هنا اهوت، هعمل كده ماشي واروح على البلاج. هي هنا اوريدي اهي واقفل البلاجن. تمام اوكي هعمل كده، تعال نرن الايه مافن كلين فيريفاي سايت. مافن كلين فيريفاي سايت. اوكي احنا متوقعين ايه اللي يحصل، كل ستيبس زي ما هي، بعد كده نلاقي في الاخر كده بيقول هو جنريت الفايند باجز هير. والفايند باجز از ا ريبورت لما نشوفه دلوقتي مع بعض هو بيديك شو اناليسيس مختلف سنه عن الكفرج. كفرج يديك الكوب بتاع كفرج كفرد قد ايه من مليون تيست، يعني مليون تيست كفرد قد ايه من الكوب بتاعك. فايند باجز بيعمل اناليسيس للكوب بتاعك بيقول لك لو في حاجه فيها احتماليه او ريسك ان يبقى فيها باجز. يعني انت ممكن الكود كومبايل معاك عادي، فايند باجز مش معناها ان الكود ما فيهوش باجز، لا ده الكود ده ممكن يرن عادي بس في احتماليه ان يكون فيه باجز او فيه ايشو، وهي طبعا كونفيجر سواء بيبقى فيها حاجات ميديوم او تمام. حاجات لو او ماكس اي كان. اه بالظبط تمام. تعالى نحط اسم للموضوع ده هوت عشان برضو لو سمعت المصطلح ده عند مع اي حد. الاس كفرج والفايند باجز دي دايناميك كود اناليسيز، يعني بتشتغل لما الكلاسز بيحصل لها اكسكيوشن، فبيشتغلوا على الدوت كلاس دايما، بيشتغلوا على الجي في ام، على الجي في ام فايلز تمام، بيشتغلوا في الجي في ام طبعا لانه بيشتغلوا على انسترومنتد كلاسز. ولكن الكود ستايل مثلا دي اسمها ستاتيك كود اناليسيس، بتشتغل على الدوت سكالا فايلز، بتعمل ستاتيك بتقرا الستاتيك فايلز تعمل لها اناليسيس. طيب احنا هنا لو في الشيل هنا انا مع هايلايت على اللاين اللي هو احنا جنريت الفايند باجز ريبورت ماشي. طيب لو احنا دلوقتي على الاندكس بتاعتنا هنلاقي فيها ايه، تعالوا نرجع للاندكس فايل بتاعتنا الاساسيه خالص. طيب ونروح على نعمل لها فيش كده. طيب لو عملنا كده لقينا ايه اللي نزل تاني عندي، نزل عندنا الفايند باجز ريبورت. فايند باجز هنا بص عليه هنلاقي ان هو هنا بيقول ايه، هو انا طبعا بص على الكود بتاعنا شايف تو ايشوز وبيقول لك الايشوز دي البريورتي بتاعتها ميديوم ولا هاي ولا لو، واحنا المفروض احنا على حسب المشروع وعلى حسب الكواليتي بتاعتك تبص. ممكن لو الحاجات انا هكبر شويه عشان حد مش شايف السكرين اوكي، ممكن على حسب انت ممكن في المشروع تقول لا انا لو مينيمم هبصيها او ميديوم هبصيها، لو هاي في لا تقول لك انا مش عايز حاجه ميديوم مينيمم هاكسبتها. وعلى حسب وبرضه فايند باكس ليها بروفايلز او ليها كونفيجريشن، يعني في السكالا ممكن الكونفيجريشن مش مظبوطه فانت محتاج تكونفيجر برضه الفايند باكس. احنا عاملينها هاي في السيتنجز بتاعتها بالمناسبه بالزبط. فعشان كده هي ما عملش بريك للبيلد لما حصل ميديوم ايشوز، واحنا متعمدين ان الميديوم ايشوز ديت انهيرتد من الاب نفسها مش من الكود بتاعنا بالزبط. طيب تعال نروح للبرزنتيشن نشوف الخطوه الجايه سكالا دوكس. طيب لو احنا الكود بتاعنا احنا عندنا هنا وان مين كلاس مفيش اي حاجه خالص غير الكلاس لي كلاس مين اوبجكت مين جواه تو فانكشنز. الدوكس هي فكرتها ايه ببساطه، انا لو عندي كود بتاعي في ناس تقول لك ايه تعالى نعمل دوكيومنتيشن. طيب بدل ما واحد يقعد يعمل بقى كود دوكيومنتيشن وتعمل انت يعني مثلا وورد ولا حاجه زي كده والموضوع مشهور جدا، يقول لك لا نعمل زي ستايل كده تاجز نحطها في الكود بتاعنا بعد كده التاجز دي نعمل لها كومبايليشن ونجنريت منها ريبورت. تعال ناخد اكزامبل للتاج دي مثلا الفانكشن بتاعت وورد كاونت، هنا حاطين ديسكريبشن الفانكشن دي حاطين برام اللي هو سترينج وبترن انتجر تمام. طيب هنعمل كده ازاي؟
السكالا السكالا دوك هي برضو بتاخد من نفس الفليفر الاول، يعني البلاجن هي بتاعت اللي في البلاجنز بننقلها في الريبورت، وموجوده اوريدي السكالا دوكس موجوده بلت ان في السكالا مافن بلاجن اللي احنا اوريدي عندنا، فاحنا هنروح للسكالا مافن بلاجن نعمل لها كوبي ونحطها في الريبورت. حلو، فهنروح عند سكالا مافن بلجن هنا، واروح تحت عند ريبورتنج واضيفها تحت هنا في البلجن، واضيفها هنا هوت، ونقفلها كده ونروح على الشيل. صح، نروح على الشيل مافن فيريفاي كلين فيريفاي سايت، نفس الكومنت تاني المتوقع تسيم، وفي الاخر هنلاقي ريبورت جديد اتضاف وهو السكالا دوكس. طيب لغايه ما يخلص، لو انت شفت حتى السكالا نفسها دوكيومنتيشن، السكالا دوكيومنتيشن كلها جنريتد من سكالا دوكس، يعني كل السكالا دوكيومنتيشن تخش عليها السيرش، كل الميثود، كل ديسكريبشن هي جنريتد من سكالا دوكس، وهي اساسا مش ريت سكالا بس، يعني حتى في جافا انت اكيد شايف طول جافا جافا دوكس، يعني حتى بايثون نفس الكونسيبت، تلاقي كل حاجه هي الدوكيومنتيشن بتاعتها، تحط كومنتس وهي جنريتد دوكيومنتيشن، مفيده جدا لو عندك حد اول مره يشوف الكود او نيو كامر في التيم بتاعك يبص على الدوكيومنتيشن، تبقى ايزي في الكود بتاعك او ايزي في ذات ترانسفير نوليدج بس. وطبعا كل ما تحط ايفورت اكتر فيها، يعني ايفورت اكتر معناها انك توضحها وتحط فيها شويه كومنتس اكتر، تبقى مور ريدابل للناس النيو في التيم معاك. طبعا من حاجات كويسه جدا يعني. هو دلوقتي بدا لا لسه اوكي، هو هنا فعلا سكالا دوك سكالا مافن بلجن وجنريت ريسورسز، بعد كده هنا راحت فين اهي اهي جنريت سكالا دوكس ريبورت بالظبط، وقال لك كونتينز 5 دوكيومنت. طيب نرجع هنا تاني، نروح على ممكن ريفريش البيج كمان. هنلاقي لقينا سكالا دوكس ظهرت اهي، والسكالا دوكس هي طبعا ما عندهاش غير 1 كلاس، والكلاس ده جواه الايز امتي فانكشن، وجواه المين، وجواه الورد كاونت. طبعا ممكن تفتح كده الورد كاونت مثلا يقول لك ده مش عارف سترينج، سترينج مش عارف بيريبريزنت ايه، هو ده الدوكيومنتيشن المفروض تظهر لك يعني. طب واضح يعني، شايف الدوكيومنت مين وده الكلاس بتاعك. طبعا بقى لو عندك اكتر من مشروع او اكتر من كلاس تسيرش وبتاع، الموضوع لطيف جدا يعني از بارت من دوكيومنتيشن. طيب احنا كده نرجع للكود للبيزنس بتاعتنا، احنا كده خلصنا في جزء الريبورتنج بتاعنا صح كده. ايه الخطوه الجايه؟ eliminating بويلر بليت كود. دلوقتي عندنا يوز كيس خطيره جدا، ماذا لو البروجكت اللي احنا شغالين عليه دوت السكالا بروجكت، احنا اصلا بنشتغل في الطبيعه على كذا كذا سكالا بروجكت في نفس الوقت، وكلهم بياخدوا نفس السيتنجز ونفس الديبندنسي فيرجنز ونفس الكونفيجريشن ونفس كل حاجه، فهل من المنطق ان انا اكوبي وبيست البوم فايل على مدار مثلا 50 مشروع او اكتر؟ الكلام ده اكيد 100% مش منطقي. صح، وده اللي احنا بنحاول نعمله يعني. احنا على سبيل المثال برضه في البروجكت بتاعتنا احنا مثلا سبارك بروجكت، كل يوم بنعمل اي تي ال جوب جديده، فهل انت متخيلين كل واحد بيعمل اي تي ال جوب بيقعد يكاري نفس الخطوات دي كلها كوبي بيست، او يعني بياخد نفس البوم فايل ده يعمله كوبي بيست، او بينفست نفس التايم ده في ان هو يبدا بروجكت فروم سكراتش؟ اكيد لا. ففكره البويل اليمينيتنج البويلر بليت ان انت تعمل تمبلت او تعمل زي ما تقول بروجكت جنريشن، انك انت بكل بساطه ب 10 لاينز اوف كود تقدر تستارت انك انت تكتب السكالا كود بتاعك وتقدر تبيلد وتقدر ترن على طول. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنستخدم حاجه فيتشر موجوده في المافن، حاجه اسمها بوم بايل اوف ماتيريال، بخفيفه بايل اوف ماتيريال. البايل اوف ماتيريال ده عباره عن ايه؟ بتعمل بتكريت بروجكت جديد وبنحط فيه كل الكونفيجريشن والسيتنجز والديبندنسز وكل الحاجات اللي احنا عاوزينها، وبنخلي للتشايلد اللي هو البروجكت بتاعنا يورث كل الانفورميشن ديت من البيرنت. تعالوا ننفذ الخطوات دي. هنبدا باول خطوه create new maven project. انا عملت new رحت عند المافن وزي مثلا scala starter parent starter parent اوكي كده انا كريت بروجكت. البروجكت ده هيبقى فيه بوم فايل بس مفيش اي حاجه تانية از ا بروجكت. اول حاجه هنعملها هنا تعال نغير الباكجينج. احنا مسحنا السورس لان هو ده مش هيبقى فيه اي سورس، ده ملوش علاقه، وهنغير الباكجينج بتاعه، هنخليه بدل جار لان الديفولت جار في المافن خليه بوم. تمام، دي كده اول خطوه. عشان نخلي البروجكت دوت اكسسبل للبروجكت التاني، احنا هنعمل هنا مافن انستول، ومافن انستول هتاخد البروجكت ده تبلده وتطلع الارتيفاكت اللي هو البوم فايل وتنقله في الدوت ام 2 فولدر بتاعنا اللي هو موجود في اللوكال.
ان شاء الله في الحلقه الجايه هناخد الريليزنج وهنفهم ازاي نجيبه من الريبوزيتوري بتاعتنا مش من اللوكال فولدر. ففور ناو هنستخدم المافن انستول عشان نودي الارتيفاكت ده في اللوكال فولدر. طيب انا رحت دلوقتي عملنا ايه؟ احنا غيرنا الباكجنج زي ما احمد قال، خليناه بوم ماشي، مفيش اي حاجه تانية، البروجكت فاضي. ورحنا عند ال فتح، قسمنا الشيل بتاعتنا كده، عندنا جزئين، الجزء الشمال هو هنسميه مثلا تشايلد، هو ده التشايلد، واليمين البيرنت. حلو. فهنروح عند البيرنت هنقول مافن انستول، زي ما احمد قال انستول دي بس هتودي البوم ده في الدوت ام 2 فايل بتاعنا بالظبط، هو بيل سكسيد. تمام كده. تعالى بقى نروح دلوقتي للتشايلد من ناحيه الكود. عشان نبدا نورث الانفورميشن دي لازم ناخد نحدد فين البيرنت بتاعنا، فهنعمل بيرنت ونديله الانفورميشن بتاعت البيرنت. هروح على البيرنت بروجكت. البيرنت بروجكت اهو، عشان بس هم واخدين بالكم لو فاتح الاثنين مع بعض هنا، سكالا ستارت بيرنت اهو، هاخد الكلام ده كوبي من هنا واديه عند التشايلد هنا واحطه في البيرنت. تمام. تمام. طبعا هنا احنا خلاص مش محتاجين هنا جروب، لو هو نفس الجروب طبعا مش محتاج نحطه، لكن لو عندي جروب مختلف يبقى هنسيب الجروب هنا، بس انا عندي نفس الجروب فمش محتاجه. طيب تمام. عشان ندمونستريت الاي دي هنبدا بحاجه سيمبل جدا، هننقل البروبرتيز اللي موجوده في التشايلد نحطها في البيرنت ونمسحها من التشايلد، وهنشوف هل التشايلد هيقدر يقرا البروبرتيز اللي موجوده في البيرنت ولا لا، ويبيلد سكسسفولي ولا لا. ناخد البروبرتيز، انا مسحتها خالص من التشايلد اهو، ورايح على البيرنت واحط بروبرتيز. تمام، مفيش اي حاجه تانية، وهرجع على الشيل وهنعمل كلير وانستول للبيرنت. تمام، ده كده انستول للبيرنت. ونرجع على التشايلد تاني، المفروض ان التشايلد دلوقتي لما نعمل له بيلد هيروح واخد هيبيلد عادي، ان هو هياخد البروبرتيز من البيرنت. طيب نبص مع بعض، نفس الكوماند كلين فيرفاي سايت. اخد شويه وقت كده بس المفروض يبقى اسرع يعني، بس انيشالي هو المفروض يبيلد سكسسفول بنفس السيتنج بتاعتنا اللي قبل كده، مفيش اي اختلاف هتحصل في البروجكت بتاعنا بالظبط، والمفروض كل حاجه تطلع والسايت يطلع ومفيش اي مشكله دي. هنشوف مع بعض السايت اول ما ده يخلص، اتمنى فريش ان السايت تطلع كل حاجه وبيلد سكسيد عادي، هو ان التست كل حاجه انه اخد فيجن مظبوط، ما حصلش اي مشاكل. بالظبط، لو هو كانش اخد البروبرتيز مظبوطه ما كانش هيقدر يبيلد المشروع مظبوط ولا هيرن التست، هو دي كل حاجه رنت مظبوط المفروض. ودلوقتي هنشوف البيلد سكسيد الجميله. يلا تمام الحمد لله، هو رن مظبوط البيلد سكسيد. طيب تاني حاجه هنبدا ننقلها من التشايلد للبيرنت هي الديبندنسي فيرجنز اللي عندنا، ولو في سيتنجز هتتنقل، بس احنا عشان الموضوع البروجكت سيمبل فما فيش في الديبندنسي سيتنجز خالص، عندنا فيرجن بس، فهناخد الديبندنسيز ونحطها في البيرنت، بس مش هتخش في البيرنت اس ديبندنسي، هتخش في حاجه اسمها ديبندنسي مانجمنت. ايه الفرق ما بين الديبندنسي والديبندنسي مانجمنت؟ من اسمها الديبندنسي مانجمنت هي عباره عن مانجمنت، يعني اداره للايه؟ للفيرجن والسيتنجز. لما تيجي في التشايلد تقول انا عاوز الديبندنسي دي، مش هتحط الفيرجن او مش هتحط السيتنجز، مش هتحط اي حاجه منهم، هو هيورثها وهيورث كل حاجه من البيرنت، الا في حاله انك انت محتاج توفررايد الحاجه اللي في البيرنت فهت اكسبليسيتلي تحط الفيرجن او السيتنجز اللي انت محتاجها. تمام. وجود لو انا عندي في البيرنت 10 ديبندنسي، انا مش شرط التشايلد ياخد كل الديبندنسي دي، يعني ممكن التشايلد ياخد واحده او اثنين او ثلاثه من اللي في البيرنت دول، مش شرط ياخدهم كلهم. دي نقطه اول. النقطه الثانيه اللي ممكن التشايلد ياخد يضيف ديبندنسي مش موجوده في البيرنت، يعني انا دلوقتي البيرنت فيه اثنين ديبندنسي، انا ممكن في التشايلد اضيف اخد واحده منهم وازود عليها واحده مش موجوده. بالظبط. بس في اليوز كيس بتاعنا دلوقتي هنروح للتشايلد وهننهيرت بس الاثنين دول وهنشوف اللي هيحصل مع بعض. الاول انا ضفت الديبندنسي مانجمنت هنا اهي، عملت تجهيز اسمه ديبندنسي مانجمنت جواه ديبندنسيز وحطهم زي ما هم. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح انستول ابيلد اللي هو انستول البيرنت الاول، انستول البيرنت سوا اهو، المفروض انستول عادي مش هيحصل اي اختلاف. تمام، وهنروح على التشايلد ونعمل ايه بقى؟ احنا كده ده التشايلد بتاعنا، احنا هنا اوريدي عندنا
الفيرجن في البيرنت، فمش محتاجينها. فراح اعمل كده كنترول واي كنترول واي في لينكس، ومفروض كده خلاص هياخد كده الفيرجن من البيرنت. تعال نروح نجرب نبيلد التشايلد. زي ما قلنا التشايلد هو السيشن على الشمال عشان ما يحصلش اي لخبطه، والبيرنت هو اللي على اليمين. طيب المفروض دلوقتي يحصل ايه؟ هياخد الديبندنسز كلها من البيرنت سكسس من غير اي مشاكل. طيب تعالى نشرح الخطوه اللي جايه قبل ما الخطوه دي تعمل بيلد. دلوقتي احنا نقلنا الديبندنسز، طب ايه الحركه اللي بعديها؟ ان احنا ننقل البلجنز. البلجنز برضو تقدر نقدر نوديها للبيرنت. هتخش فين؟ هتخش في حاجه اسمها البلجن مانجمنت. هي نفس فكره الديبندنسي مانجمنت، اقدر ان امانج بيها الفيرجنز والكونفيجريشنز اللي موجوده في الديبندنسي في البيرنت. وكل ونفس اللي بيحصل ما بين الديبندنسي مانجمنت والديبندنسي في البيرنت والتشايلد هيحصل البلجن مانجمنت والبلجن. بس فالخطوه جايه ايه؟ هننقل ونعمل نفس التيست ونتاكد ان كل حاجه شغاله، وهنمسح طبعا السيتنجز والفيرجن من التشايلد. تمام، هو لسه ده كله بيبيلد، انا مش عايز اروح اعمل الخطوات دي لغايه ما تيجي خالص عشان ما يحصلش عبره. احسن صح. اوكي اوكي هو خلص. وحتى احنا ممكن دلوقتي لو عملنا كده ريفريش، انا بس اوريكم حاجه. لو رجعنا كده للسايت بتاعنا الدوكيومنتس كلها جنريتد سكسسفول، مفيش اي مشاكل فيها. تمام. طيب نرجع تاني ده للتشايلد، هاخد البيلد كلها في التشايلد من التشايلد. اوكي ماشي، بس ما عدا السورس دايركتوريز. اوكي هنحطها هرجعها تاني. تمام. اوكي نروح هنا وناخد السورس. طيب وناخد هنا نعمل ايه؟ نعمل بيلد. بس جوه البيلد هنعمل حاجه اسمها بلجن مانجمنت. فين هنا؟ لو واخدين دي كده نشيلها، دي مش محتاجينها صح؟ اوكي نحط هنا بلجن مانجمنت. ماشي هنا هنزل تحت كده واروح اقفلها. تمام كده ده بلجن مانجمنت عندي. طيب التشايلد ماشي، واروح عند التشايلد. ثانية واحدة، ده كده البيرنت صح؟ هنستول بقى البيرنت الأول. ماشي اهوت نستول البيرنت. طيب بعد كده هنروح لما البيرنت خلص بيرنت سكسسفول، هنروح على التشايلد ونعمل ايه بقى؟ ثانية واحدة، انا هخلي ده كده البوم، ده كده الكونفيجريشن القديمة بتاعت التشايلد. هعمل ايه فيها؟ هنشيل كل، هروح على كل بلجن هشيل منها الفيرجن والاكسكيوشن والكونف، كل ده هيتاخد دايركت من البيرنت. بالظبط، الدنيا كده بقت انضف بكتير واسهل، مفيش كودز كتير وانهيرتد بشكل افضل بكتير. طبعا ممكن توفررايد البيرنت كونفيجريشن هنا لو عايز، او الفيرجن لو عايز برضه. بالظبط، بس احنا مش محتاجين الكيس دي في اليوز كيس بتاعتنا. اهو 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 بسرعه. تمام. دلوقتي هنروح على الترمينال هنا ونبيلد. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبيلد البروجكت. طيب تحب نقول الخطوة اللي بعديها عبر ما ده يبيلد؟ بس ممكن بقى نقول حاجه، ان احيانا انتلي جي بيبقى مش بيمكيش الاولد فيرجن. يعني انت ما تعتمدش نسبيا على تيجي لما تبدا في كده من على الجنب. هوريك دلوقتي حته ريفريش، بس انت ممكن نعملها على المديت ممكن نبص عليها. احنا هنا انتلي جي لو رحنا هنا هتلاقوا ان هو هنا مش شايف ده البيرنت، واحنا على التشايلد هنا المفروض ان انتليجي هنا يكون شايف ان ده ان في انهيرتنس. طب عملنا كده مفترض ان انتليجي يبدا يقرا البيرنت بوم، ان هو يقرا ان الداتا دي موجوده من البيرنت. ثانيه واحده هنا ريمبورت كده ريمبورت واحد ما يمكنش، بس هو المفروض لما هنبيلد ده يخلص المفروض هيبقى قريها مظبوط. ثانيه واحده، هو الفكره ان هو بيسهل عليك، بيقول لك يعني بيقول لك الانفورميشن دي انهيرتد منين، وتقدر تنافيجيت بسهوله للمكان اللي انت من عامل منه انهيرتنس للسيتنجز والفيرجن. فهي هتخلي حياتك اسهل لو هي شغاله. تمام، لكن هي مش اسينشال خلاص، احنا بنعتمد اعتماد كله على الترمينال. تمام، هو بيلد سكسيد. تمام اوكي، لو احنا هنا على الويب سايت وعملنا
ريفرش كل حاجه جنريت سكسسفول. طيب نوع الخطوه اللي بعدها ايه يا احمد؟ الخطوه الجايه احنا دلوقتي عندنا ديبندنسيز بتاعه سكولا فيرجن 2.11. ماذا لو انت حابب تلعب ب two different dependencies؟ يعني مثلا انت عاوز يكون عندك سكولا 2.11 و 2.12 available ليك مش في نفس الوقت طبعا، فانت تقدر تانتر اكستشينج ما بينهم. يعني انت مثلا عندك الكود وعندك شغال على 2.11 بيرفكت، عاوز تجرب 2.12، هل هيكومبايل؟ هيبقى عندك اخطاء؟ هل السيت اب بتاعك هيبقى شغال بيرفكت؟ فعشان تقدر تجرب الموضوع ده هوت بنintroduce حاجه اسمها profiles. فهنintroduce profile ممكن نسميه اي اسم وليكن سكولا 2.11 لان دوت اللي احنا شغالين عليه، وهننقل فيها الديبندنسز وهنبدا نشوف ازاي نتعامل معاها. طيب احنا هنروح هنا ونعمل نعمل بروفايل بروفايلز ونضيف جواه بروفايل، والبروفايل نديله اي دي، البروفايل هنا بروفايل نديله اي دي. ايوه صح اوكي. والاي دي هنسميه مثلا سكولا 2.11 وجواه هنضيف الديبندنسيز بتاعتنا بالظبط، هنشيلها من الـ من التشايلد من الـ من التشايلد ايوه، ونحطها في البروفايل بتاع التشايلد. ناقص بقى حاجه واحده، عشان البروفايل يبقى اكتف لازم احدد امتى البروفايل يكون اكتف. احنا كده حددناه، احنا عندنا كذا طريقه ان احنا ناكتف البروفايل. الطريقه الاولى ان احنا ناكتف البروفايل مانيوالي، ان احنا لما نيجي نبلد من التيرمينال او من الانتليجي نقول له لو سمحت اكتف لنا البروفايل ده. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن ناكتيفو از ديفولت بروفايل من غير ما انا احدد البروفايل، وانس ان انا ارن يشتغل. ودي الطريقه او التكنيك اللي احنا هنتعامل فيه. تمام تعال نضيف اكتيفيشن. طيب. في البروفايل نروح هنا تحت الاي دي يعني مثلا هنا اكتيفيشن، وهنا نقول اكتيف باي ديفولت ايكوال تو، فكده يبقى اكتيف باي ديفولت. طيب تعال تست بقى في التيرمينال. ماشي هنروح على التيرمينال بتاعت التشايلد عادي، هنقول له مايفين كلين فيرفاي سايت. طيب لغايه ما يرن احنا من اشهر اليوز كيس للموضوع اهوت هو ان احنا ساعات في السبارك مثلا او في سبارك في سكالا مثلا انا عندي سكالا 11 مع سبارك 2.3 وعايز مثلا سكالا 11 برضه بس مع سبارك 2.4 او سبارك 2.4 مع سكالا 2.12، فانا عايز اعمل عايز كل المشاريع يبقى عندها اكتر من بروفايل، عندهم دايناميك ان هم السيت اوف ديبندنسي دي مع بعض بتجنريت لك سكالا 2.11 مع سبارك مثلا. فانا بقى اعمل بروفايل في ديبندنسي مع بعض واديها لك واقول لك بس اكتف ده عندك هياخد كل ديبندنسي مظبوط. طيب انا هبدا امهد الخطوه اللي بعديها. البروفايل ممكن يكون موجود في ثلاث اماكن، المكان الاول ممكن يكون في التشايلد، والمكان التاني ممكن يكون في البيرنت، والمكان التالت ممكن يكون موجود في المافن سيتنجز دوت اكس ام ال. ودي مش هنشرحها في الحلقه دي، هنشرحها في الحلقه لما نيجي نعمل ديبلويمنت لان هنحتاج واحد للجيت هاب. تمام فايه التشويس بتاعنا؟ احنا البروفايل دلوقتي عملنا له ران في التشايلد which is okay، بس احنا عاوزين نقلل الكود الموجود في التشايلد. الجول بتاعنا بتاع الجزئيه ديت هي eliminating البويلر بليت. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هناخد البروفايل كله زي ما هو ننقله من التشايلد نحطه في البيرنت، والمفروض كل حاجه هتشتغل زي ما هي من غير وجود الديبندنسيز او الديبندنسي بروفايل ده في التشايلد. طيب هو البيلد سكسيد، هناخد البروفايل زي ما هي كده فدكت اي اختلاف، واروح على البيرنت واروح تحت البروبرتيز مثلا في نبقى هي بروبرتيز بتاعتنا، تعالى نضيف التشايلد. طبعا زي ما انتم شايفين انا بس كنت عايز حدي برضه قلنا حدي برضه كنت عايز اقول لكم شويه حته ان هو المفروض بينهيرت الديبندنسي، بس يعني دي مش حته مهمه قوي. بس احنا دلوقتي حطينا البروفايل في البيرنت، دلوقتي انا هعمل ايه؟ هنستول البيرنت كود البيرنت بروجكت، والمفروض وهرجع تاني نفس الكلام على التشايلد. فانا عملت كده الانستول للبيرنت عشان ياخد الليتست تشينج اللي عملناه، وبعد كده التشايلد هنعمل فيه اي تعديل؟ لا، المفروض التشايلد لما نروح عليه دلوقتي هياخد كل الديبندنسي من البروفايل اللي في البيرنت اوتوماتيك. طب ليه اخده اوتوماتيك؟ ها صح، لان احنا عملنا اكتف باي ديفولت. ماشي، لكن انت لو مش عامله اكتف باي ديفولت وعايز تعمل اكتر من بروفايل في طريقه ثانيه، ان احنا اكتف اكتر من بروفايل في التيرمينال دايركت وانت بترن، مش محتاج حتى انك انت تعمل اي حاجه في الكود. يعني انت عندك اكتر من بروفايل في البيرنت تعمل اكتف لاكتر من بروفايل في التيرمينال وانت بترن. تمام. طيب هل البروفايل متوقف فقط على الديبندنسيز ولا احنا ممكن نحط فيه حاجات اكتر؟ لا، احنا نقدر نحط فيه حاجات اكتر.
الخبر الحلو ان احنا ممكن نحط فيه البلاجنز والريبورتنج موجودين في البروفايل، ويبقى عندنا البروفايل ايه اللي موجود في البيرنت، عنده الديبندنسيز وعنده البلاجنز وعنده الريبورتنج اللي التشايلد محتاجها، وبالتالي التشايلد كده هيبقى كلين ما عدا سطرين اللي هم مكان الريسورسز فين بتاعه السكالا. تمام، هو ده بيبيلد. فاحنا المفروض ان الخطوه زي احمد قال كده، الخطوه الجايه ان احنا هناخد البلاجنز وهناخد ريبورتنج نحطهم في البروفايل في البيرنت. حلو، وبالتالي التشايلد هيبقى اولموست ايمتي، مش هيبقى فيه فعلا غير السطرين دول. خلاص هي خلصت، خلاص اهي، يلا طلع الفايند باكس، طلع سكولر بالسكسيد. هروح دلوقتي على التشايلد ده لست البيرنت، هاخد اروح هنا على التشايلد، هاخد اعمل ده كده ماشي، هطلع البيرنت بيلد بس فوق كده واقفلها ماشي، واخد كل ده احطه في البيرنت في البروفايل في البيرنت. اوكي، هاخد ده كده كله واروح على البروفايل بيرنت ماشي، هنا جوه البروفايل ده واضيف فيه كل ده، بعد كده اشيل السطرين بتوع من السورس دايركتوري. دي ملحوظه مهمه جدا، البروفايل ما ينفعش يبقى فيه سورس دايركتوري في البيلد بتاعه وتست سورسز وسورسز. تمام، فعشان كده دول لازم يكونوا موجودين في التشايلد. زي ما انتم شايفين هو اخد البلجن برضه انهرتت، انا الموضوع بحبه جدا عشان بتاكد انه بياخد بصراحه يعني بيعمل كويس. طيب هعمل دلوقتي هنستول البيرنت، المفروض مش شايف اي حاجه خالص، واللي تشايلد دلوقتي قبل ما ران انتوا كده شايفين في ايه، في البيرنت وفي التشايلد كونفيجريشن وفي البيلد وجواهم السورس والدايركت. طيب تعالوا كده دلوقتي نبدا دلوقتي هنعمل ايه، عملت ما في انستول صح؟ عملت ما في انستول هنا دلوقتي المفروض، ودلوقتي المفروض هياخد الليتست هيبيلد بالاكتيف بروفايل. الميزه دلوقتي ايه بقى، ان انا عندي في البيرنت بتاعي بروفايل جواه كل السيتنجز مع بعض، السيتنج مثلا بتاع البروفايل ده اللي هو بتاع سكاتو بوينت 11، السيتنج بتاعته مثلا فيها الديبندنسي فيها البلوج فيها الريبورتنج كده، اصلا اي حد شغال معايا في التيم اقول له خد هو مثلا ده اكتف البروفايل ده عندك كده، هو اخد كل الديبندنس دي، مش هيبقى كوبي بيست للكود في كل مره، دي بقت نظيفه وكلين. بالظبط. حاجه تانية، انت ممكن انك انت تفصل الريبورتنج بره البروفايل بتاع السكالا 2.11، يبقى عندك ريبورتنج بروفايل وعندك سكالا 2.11 بروفايل، وتاكتف التو بروفايلز، تاكتف الريبورتنج لما تحتاج تعمل ريبورتنج، مش لازم تاكتفه على طول، لكن دي اوبشنال، انتوا ممكن تجربوها وتقولوا لنا الفيدباك بتاعكم. طيب بما انه مصطفى بيرفكشنست وبيحب كل حاجه بيرفكت، فهو كان متضايق جدا من وجود السطرين بتوع السورسز والتست سورسز موجودين في التشايلد، وعاوزين نفكر في طريقه ازاي نشيلهم. صح، احنا ما يعني احنا انا حسينا طبعا في حاجه، انا في فلوس كيس بتاعتنا مثلا هنا ليه يبقى كل مشروع يضيف الحته دي، فانا اكيد لازم نشيل اربع سطور دول، نشيل اربع سطور دول عشان يبقى الدنيا كلين في التشايلد. ففعليا في سولوشن، ايه السولوشن؟ ان احنا نستخدم البيلد هيلبر مافن بلجن، وان احنا نحدد المافن بصفه من قبل ما يبدا اصلا في من يعني من الاد تيست سورس والاد سورس فيزز، نقول له خد بالك احنا عندنا سكالا هنا في المشروع بتاعنا، خدهم معاك وما تنساهمش. طيب احنا بيلد سكسي صح؟ بيلد سكسي الحمد لله، انا بطمن بس. طيب الحمد لله سكسيد، ولو احنا على ريبورتنج شغالة، دي طيب. حاجة جميلة جدا. هنروح للمافن طبعا ريبو، وندور على build dash helper dash maven dash plugin. اوكي، نروح هنا ناخدها وناخد اخر فيرجن 3.1 هتهلنا. طبعا هنحطها فين؟ هنحطها في البيرنت مش في التشايلد. دي فرصة اجاوبه. طيب طب فين في البيرنت؟ في البيرنت، في البروفايل، في البلجن مانجمنت. صح، لا مش في البروفايل، في البلاجن مانجمنت، في البيرنت في البلاجن مانجمنت مش في البروفايل. صح، هنيوزها في البروفايل بقى. نحطها في البلاجن مانجمنت، يعني احنا هنا في البلاجن مانجمنت جوه البلاجن تحت جوه بلاجنز هنضيف البلاجن. البلاجن اوكي، نعمل هنا كده بلاجن ماشي، وناخد دي كده و المفروض نضيف لها شويه، هنضيف لها كونفيجريشن. احنا دلوقتي عندنا تو كونفيجريشن. ايه التو كونفيجريشن؟ عاوزين ننقل عاوزين نقول للمافن فين السورسز بتاعت السكالا وفين التست سورسز بتاعت السكالا. يبقى احنا هنضيف تو اكسكيوشنز، الاكسكيوشن الاول في للسورسز واكسكيوشن الثاني للتست سورسز. طيب هنضيف اكسكيوشنز اي دي اد سورس. طيب الاكسكيوشن الاول هنسميه اد سورس، وهيرن في الفيز بتاعت بروسيس سورسز، يعني وانت بتبروسيس السورسز بتاعت البروجكت بتاعنا ما تنساش تاخد دوت بروسيس السورسز بتاعتنا. جميله. جولز هنديله جولز اد سورس برضو، جول والجول بتاعه اد، هو مش بيكمل. اوكي اد سورس،
تمام. و الكونفيجريشن هنديله كونفيجريشن فين مكان البروجكت ده. في بقى ميزه في البلجن دي ان البلجن دي بتشتغل على ريليتيف باس، فبالتالي انا مش هحتاج احط بيز داير زي ما عملنا كنا في التشايلد، ودي يعتبر سولوشن انضف. هنعمل كونفيجريشن سورسز سورس، هاخد من التشايلد السورس ده كده ماشي، وشايل دي كده عشان عاوز اخلص دلوقتي، وهنروح عند التشايلد سوري. ماشي اوكي خلاص، انا هكتب ايدي عشان هو سورس سورس من سكالا، مش معقده سكالا، بحب اكسر. طيب تعال نرجع يبقى اد سورس بروسيس سورسز او كونفيجريشن جوه جول، كونفيجريشن جوه سورسز، شيل الجول كونفيجريشن في سورسز. اوكي سوري، كونفيجريشن بتاخد سورسز، بتاخد هنا كده سورسز طيب. بيكمل سورس لان الكونفيجريشن بره لا صح استنى صح، هو عشان لسه ما لودش البلجن فهو فكده خلاص هو اخد مظبوط. طيب كوبي بقى نفس الاكسكيوشن دوت، الاكسكيوشن بتاعنا اعيده تاني على التست بقى. طيب هنسمي الاي دي اد تيست سورس، الاي دي اد داش تيست ذا سورس، والبروسيس بروسيس تيست سورسز، واد تيست سورس سورس واحد اوكي، و سورس تيست سكالا سورس تيست سكالا. يبقى احنا كده تقريبا عملنا خلاص، احنا خلصنا الكونفيجريشن. طب بس هضيف دي في الفيرجن 4 عشان الدنيا كلها ماشيه بشكل كونسيستنسي، بشكل كونسيستنت. اوكي روح هنا فوق كده، اوكي في البروبرتيز في اسمها ايه البروبرتي دي، مافن هيلبر مافن سوري مافن هيلبر بيلد هيلبر مافن بلجن بيلد داش هيلبر مافن لا بيلد داش هيلبر اوكي بيلد داش هيلبر داش مافن داش بلجن داش مافن داش بلجن داش فيرجن اوكي، ونحط فيها دي، وتحت هنروح حاطين تحت هنروح حاطين الفيرجن دي. وبعد كده طيب قبل ما نروح للتشايلد دلوقتي احنا حطيناه فين؟ في بلجن مانجمنت. زي ما قلنا انك انت زي ما قلنا ان انت في البروفايل بتاعك انت بتاكتف هتستخدم ايه من بلوجن مانجمنت، ده مش شرط تاخد كل حاجه من البلوجن مانجمنت تكون موجود في البروفايل، فاحنا لازم ناكتفها. فهنطلع فوق على البروفايل وناكتف دي الاول، فهنطلع على البروفايل، البروفايل جوه شايب بلوجنز، فوق ده عامل كده بلوجن دلوقتي اخدتها كوبي ايوه، واروح قافلها كده، المفروض هو هياخد دي وعمل الانهيرتنس الانهيرتنس تحت. دلوقتي المفروض روحت عملت بيلد للبيرنت انستول، هو المفروض دلوقتي هيبيلد ياخد كل الحاجه بتاعت البيرنت. بعد كده لما نروح للتشايلد هو خلاص بيلد سكسيد هنا، نروح للتشايلد بقى احنا مش محتاجين حتى الحته دي بالظبط. طيب كده يعني as it clean as it can be. طبعا في حاجات تانية موجوده فوق، بس احنا بنحط الايه على اليوز كيس بتاعتنا دي، ايه الحاجات احنا شايفينها تكون مهمه في البارت ده. طبعا انت ممكن بقى تعمل اكتف، يعني زي ما احمد قال حته الريبورتنج بروفايل دي مهمه جدا، البروفايل مش شرط اللي احنا عملناه ده تحط فيه السورسز والبلجن والبروفايل، لا ممكن تقسمه تعمل مثلا بروفايل للريبورتنج، بروفايل لكام للبلجنز او عند ديبندنسي، ممكن البروفايل نفسه زي ما احمد قال ممكن نحطه في السيتنجز، مش شرط تكون حاطه معاك في بالزبط. في البيانات، يعني بروفايل اكتر من مكان بتحط فيه، بس انيشيالي انت ممكن تلاقيه احنا عاملينه بالشكل ده بس از ديمو، ممكن يبقى ليه اكتر من امبلمنتيشن يعني. طيب وصلنا الان هو فيز تيست كومبايل سكالا بلجن مافن بلجن، حلو قوي الشور فاير. التيست ران لقى التيست ولقى السورسز ولقى الريسورسز، فايند باج شغاله تمام، والسكالا كفرج الاس كفرج خلصت، السايت خلصت، والدوكيومنتيشن دوك سكالا دوك اولموست فينيش خلاص، كادوكس تقريبا اخر واحده خلاص اوكي اكسلنت. يبقى احنا كده خلصنا تقريبا حلقه النهارده. تعال نسمرايز، احنا اتعلمنا المافن سايت ريبورتنج بلجن، اتعلمنا نضيف المافن سايت ونستخدمها، عملنا اضافه للريبورت البروجكت انفو الاس كفرج الفايند باجز السكالا دوكس، وبرده بعد ما خلصنا الريبورتنج رحنا عند النقطه اللي بعدها، هي ان احنا ازاي نيليمينيت البويلر بليتس عندنا، ازاي ان احنا نخلي البروجكت لو احنا عندنا
بعض الكومون فيتشرز ان احنا نخلي الكومون فيتشر دي تبقى انهيرتد من سموير ده نحطها في بروفايل في بيرن، وازاي يبقى عندها الدنيا تكون منظمه، ويبقى نقلل الكونفيجريشن بير بروجكت. المره الجايه هنخش في توبيك جديد وهو الديبلوينج في الجيت هاب ريبو، وازاي نتعامل معاه وازاي نكونفيجره اصلا، وده اللي هيمهد لنا لل اس دي ال سي بتاعتنا ان احنا نعمل بايب لاين على الجيت هاب اكشن. تابعونا والسلام عليكم. السلام عليكم.